نقف عند جزء ذكرته من خلال العبادات. العبادات وسيلة للتهذيب، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من خلال هذه الآية الكريمة، هل الحج من خلال هذه النواهي وأن نأتمر بما أمرنا الله به هو طريق لتهذيب النفس؟ نعم لا شك. كيف؟ نعم، الحج، الصلاة، الصيام، كل هذه العبادات وسائل تعبدنا الله بها تهذيبا للنفوس. فإذا ما هذبت النفوس بالعبادات، بالمجاهدات، بالأوراد، بالأذكار، بالقرآن، بالدعاء، بالابتلاء، تصفت النفس وأصبحت قادرة ومؤهلة لمعرفة الحق جل وعلا. في الحج مثلا، أيوة، فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. ده بيرتقي بيك من الأحكام إلى الأداب، لأن إنك تجادل هو ليس أنك تجادل في الأحكام الشرعية مش حرام، لكن في الآداب، في التقوى، لا حرام. في التقوى مستوى أرقى، فهنا بيمنعك من الجدال، لأن الحج له خصوصية في الترقي بالإنسان. الحج سفر، قصد، والسفر ده بتقطع فيه مراحل، كلما ارتقيت من مرحلة إلى مرحلة زادت فيها حدود الشريعة، فما كان حلالا بالأمس أصبح حراما اليوم، ما كان حلالا في هذه المرحلة أصبح حراما في المرحلة التي بعدها، إلى أن ينتهي الحج. أنت عندما تبدأ السفر، وهذا السفر يوافق السفر في الطريق إلى الله تعالى، لأن في الحقيقة السفر إلى الله سفر بالقلوب لا سفر بالأقدام. فأنت عندما تنوي الحج، أول شيء بتنوي تعمل إيه؟ لما تنوي الحج، عشان الحج المبرور، أن تخرج من مظالم العباد. أول شيء ترد الحقوق إلى أصحابها وتخرج من مظالم العباد. فإن قررت السفر ولم تؤدي المظالم وتؤدي حقوق العباد، فكأن هذه المظالم تمسك بتلابيب جلبابك. قف، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت ذاهب؟ وحقوق العباد معلقة في أعناقك، كيف يقبل حجك وحقوق العباد معلقة في أعناقك؟ كيف تخرج من الذنوب؟ كيف تخرج من المعاصي؟ كيف تتطهر ظاهرا وباطنا؟ كيف تؤدي حقوق العباد؟ ثم بدأت السفر، الدابة، وعندك الوسائل اللي هتمشي بيها. طيب وسيلتك ايه في المشي؟ هو في الحقيقة السير بالأقدام ده، أو بالسيارة، أو بالحصان، بالأجهزة، أو بالطيارة، لكن في الحقيقة السير إلى الله سير بالقلوب. جهزت الدابة اللي هتمشي عليها لله؟ القلب الصافي، القلب النظيف، القلب الطاهر الذي يحملك إلى علام الغيوب. مولانا الشيخ أبو طالب المكي كتابه يسميه قوت القلوب في معاملة المحبوب. قوت القلوب اللي هتمشي بيه زادك. للناس موسم حج واعتمار تقى، وموسمي كل أدهاري وأعوامي، هم يحرمون لأيام مقدرة، ومحرم أنا أوقاتي وأيامي، أصاحب الركب إن حلوا وإن رحلوا، سيرا بقلبي لا سيرا بأقدامي. مشيت وطهرت القلب كمان، لما توصل بتيجي عند الميقات وتوقف، الإحرام. طيب الملابس دي كانت حلال دلوقتي، قبل اللحظة، قبل الخط ده كانت حلال، بعد الخط دي ما ينفعش، بقى حرام. ارتفعنا هنا بحدود الشريعة إلى مستوى أعلى، أن ده لها رمز، إنك تخلع. بقى تخلع إيه؟ مش قضية اللبس، صحيح بنخلع شرعا اللبس، الرمز، لكن هنا لها معنى. أنت بتخلع حولك وقوتك، وبتدخل في حول الله وقوته،
بتخلع أسبابك وبتدخل في أسباب الله تعالى. الإمام الغزالي يقول إن ملابس الإحرام ليس فيها مخيط ولا كذا تذكرك بالكفن، أنت هتروح لربنا بإيه؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم. يبقى إذن الأسباب والملك والحول والقوة اللي كانت معاك هتروح فين؟ يبقى وانت سائر تتذكر في اللحظة دي، فأصبح حد الشرع بيوافق حدود أخرى، تربية وترقي وتهذيب وترقي، وهكذا من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى مكة، ومكة كلها حرم، حرم لها حرمة، واحنا اتكلمنا عن الحرمة قبل كده، وإزاي البيت الحرام بقى حرمته إلى أي مدى، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. ده مجرد الإرادة، ده ما عملش، ما تحولش العمل، رغم أن الأصل في القواعد مش كده، لمجرد الإرادة نذقه من عذاب أليم. وهكذا يبين إلى أي مدى التقديس والحرمة، وده تهذيب للنفس وترقي لها لا شك.